جزاكم الله خيرا. أحفظ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا أدري ما مدى صحته. من أراد أن يرتع في رياض الجنة فليقرأ الحواميم. لا أعرف هذا الحديث، ولكن سورة الحواميم لها مزية ولها فضل، ولكن لفظ الحديث لا لم أقف عليه. تسمى بالعرايس ما شاء الله. الحواميم ما شاء الله.